هلو عيني، شوك محبا بشان صح الأحوال؟ إن شاء الله كل بخير تمام والعافية. اليوم وصفتي راح تكون عن بسكوت التمر، يكون ميكس ما بين الكليتشة وما بين الكيك. طبعا طعمه كلش كلش طيب، ونفس الوقت سهل وسريع. إن شاء الله تبقون يا حبايبي متابعة الفيديو حتى تشوفون الفيديو كامل ويا المقادير. بداية راح أخذ بيضتين وأضيف لهم 3/4 الكوب من السكر المطحون، أو إذا تحبوها بعد أحلى خلوا كوب كامل ماكو مشكلة يعني، بس الطحن والسكر زين عيني. أضيف لها فانيلا أو هيل حسب المتوفر عندكم. أخلط المواد بهذا الشكل، لازم يكون إلى لون أبيض توصل. أضيف لها كوب زيت واحد، أضيف لها 3 ملاعق كبيرة من الحليب الجاف النيدو. هنا راح اضيف لها 3 اكواب من الطحين، طحين متعدد الاستخدامات يعني طحين ابيض صفر، وملعقة صغيرة جدا من البيكنج باودر. اخلط المواد بهذا الشكل واعجنهم عجن بسيط، ما يحتاج يعني عجن هواي الها. العجينة راح تكون هنا نوعا ما لينة بس ما تلتصق باليد، يصير هذا شكلها. راح اغطيها بكيس نايلون واخليها بثلاجة مدة 20 دقيقة، شوية تتماسك اكثر على مود. وهسه راح نبدي نشتغلها، كلش يعني سهلة وسريعة. التمر انا طبعا مجهزته، مسويته على شكل دوائر هيجي يعني طوبات، وتستخدمون يعني مو شرط القالب، اي شيء متوفر عندكم يعني واحد ممكن يستخدمه طالما عنده نقشات حلوة وبسيطة وسهلة. انا استخدمت السكين مثل ما تلاحظون دا اسويهم. هاي عندي هنا أنا المطرقة الخشبية، وهنا راح استخدم السلك الخلاط الكهربائي. هاي شوفوها عيني اللي استخدمها بالخلاطة، صار عندنا نقشة سهلة وسريعة بنفس الوقت، يعني ما راح حتى بال يعني اثناء الشي ما راح تروح النقشة، تبقى يعني محافظة على شكلها. مثل ما بينت لكم حبايبي يعني شغلها جدا سريع وسهل، ونفس الوقت طعمها كلش طيب. طعمها يكون ما بين الكيك ما بين يعني الكليتشة هيك يعني، ماخذة تقريبا من الاثنين كليتشة على كيك بس يعني شنو سهلة وسريعة بنفس الوقت. واذا عندكم قالب تحبون تستخدمون يعني القالب، لازم شوية ترشوه من الطحين لان هي شوية العجينة تكون لينة حتى ما تتلزق عندكم بالقالب، فدرشة خفيفة بالطحين وبعدين اوخر الطحين من عنده. مثل ما تلاحظون هسه اضيف له طحين على القالب واوخره، وبعدين اخلي شوية بالعجينة حتى على مود ما تلزق زين عيني، لان هي شوية لينة. هسه راح ادخلها الفرن على درجة تكون 220، طبعا يكون حاميته قبل 10 دقائق، وما تحتاج خبز هواي يعني تقريبا 8 دقائق تكون عندكم مستوية. وحاولوا تخلون لونها يكون على سمار كلش، لانه انا اريدها تكون طرية بالاخير. كل ما كان لونها على بياض راح تكون عندكم كلش طيبة وتكون طرية كلش، بينما اذا خليتوها السمر زايد راح تكون عندكم شوية يعني مو تكون يعني يابسة، لا تكون شوية مقرمشة حيل. فأنا أحبها تكون شوية طرية، خلو لونها يكون على بياض أكثر. أنا هنا طبعا لأنه دا أصور فملتهي بين التصوير وبين ما يعني أعدل الكاميرا وكذا، شوية صار لونها على سمار، فأنا ما أحب توصل لها الدرجة حتى مثل ما بينت لكم تكون طرية جدا وطعمها يعني يكون كلش طيب عندكم. إن شاء الله تطبقوها حبايبي هاي الوصفة، جدا سريعة وسهلة وناجحة وكلش طيب طعمها. مثل ما بينت لكم تجمع ما بين طعم الكيك وما بين طعم الكليتشة. يلا يعني إن شاء الله حبايبي عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب. باي باي.